السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا مزيان. بداية كنعتذر على هذا لو طغ ما بين آخر سيونس وهاد لا سيونس هادي، نظرا لعدة إكراهات فكرت أنه ندير لكم واحد لايف يوتيوب باش نجمعوا فيه نديروا لا سيونس أو ميم طون إذا كانوا داك السيون نجاوبوا عليهم. لحسن الحظ أنه يوتيوب كيطلب 1000 أبوني باش عادي يمكن لي ندير لايف في يوتيوب، دونك حنا مازال ما وصلنا ل 100 ابوني، ومن هذا الجانب كنتمنى ان اللي يتفرج في الفيديو ما عنده ما يخسر انه يدير ابوني، دونك باش يقدر ينفعنا من بعد. على ايه؟ دونك هاد لا فيديو درناه باش ندوزو للدوزيام بارتي ولا دوزيام شابيتر في لا ريشيرش اوبيراسيونيل اللي هي لا تيوري دي غراف. الوغ باش نافونسي شويه وما نتعطلوش، دونك غادي ندوز ديريكتومون لو كور. غادي بيان سور نمشيو بواحد لا ميثودولوجي شنو هي لا تيوري دي غراف لي ديفينيسيون اكسيتيرا، و ان ميم طون حنا كنكتبو الكور وانا كنشرح داكوغ باش نيفيتي انه حيت بامكاني اني نشرح وعاد ابخي نفتي وعاد ولا دونك غنلقى واحد الصعوبه، دونك احسن طريقه هي انه نمشيو دقه دقه نكتبو و ان ميم طون نشرح، عاد نكتبو و ان ميم طون نشرح، ومنين نوصلو لي زابليكاسيون بيان سور غادي نديرو لي دو اون ميم طون. داكوغ دونك نبدا على بركة الله بلا ديفينيسيون. دونك شابيتر دو لا تيوري دي غراف، نشوف انا شي ورقة باش نكتب معاكم. دونك كيما قلت شابيتر دو لا تيوري دي غراف، اول حاجة نبداو بلا ديفينيسيون، دونك نكتبها هنا في هاد الورقة. دونك كيما قلت نبداو بأول حاجة لا ديفينيسيون، دونك اسمحوا لي غادي نكتب شويه بالزربه باش نربحوا حتى الوقت. دونك نبدا باول حاجه لا ديفينيسيون، اون نابيل غراف اي اون نوت واللي بغى يربح الوقت انا اون ميم طون انا كنكتب وكنهضر، دونك اللي بغى يربح الوقت انه يكتب معايا اون ميم طون اي اون نوت جي، يعني جي هي لابريفياسيون ديال الغراف. Graphe, quand on retrouve l'abréviation Lula. Donc on appelle un graphe et on note g de x u. D'accord. Donc virgule, je n'ai rien. Un ensemble des sommets reliés entre eux par des arcs. Donc غادي ندير اكزامبل كيفاش باش نعطي اكزامبل ديال هاد الغراف. اكزامبل بحالاش. دونك غادي ناخذ سوا غادي ناخذ هاد اكس شنو هي، شنو كنقصد باكس؟ ها هي دي سوا اكس، شنو هي اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5 داكوغ. دونك الى بغيت نعرف شنو هو الكاردينال ديال هاد الاكس شحال هو، 1 2 3 4 5 الكاردينال ديال الاكس هو 5 داكوغ. وغادي ناخد دونك ها الاكس شنو كنقصد بها، هو لونسومبل دي سومي، هذا سومي. وعليكم السلام ورحمة الله. او كتساوي او، هنا عطيتها اختاريت لونسومبل ديال لي سومي اكس 1 اكس 2 اكس 1 اكس 3 اكس 1 اكس 5 اكس 2 اكس 3 اكس 2 اكس 4 x3 x5 x4 x5. دونك هادو كيفاش حطيتهم، هذا هي اكزامبل انا عطيتهم، يعني ها لونسومبل دي سومي اللي عندي هنا x1 x2 x3 x4 x5، وهاد لا غولاسيون اونتر لي سومي ما تلقاوش x6 ما تلقاوش x7، يعني هادو هما باش كنلعبو حنايا داكوغ. دونك هاد ليكزومبل انا اللي عطيتو حيت هذا هي مدماغي باش مي. دونك شنو هو، عطيت لا غولاسيون ما بين هاد لي سومي، دونك عطيت الغولاسيون الاولى x1 عندها غولاسيون مع x2، كاينه اوتر غولاسيون x1 x3 x1 x5 وعطيت x2 x3 اكسيتيرا، دونك اختاريت هادو وما تلقاوش شي وحده معوده بيان سور داكوغ. دونك شنو هما، دونك هذا هو الغراف، هذا هو ليكزومبل ديال الغراف، حيت شنو قلت الغراف باش كنعطي ليه جي ديال اكس او، دونك اكس خصني نعرفها ها هما تو كنعطي لونسومبل دي سومي اللي كاينين، و او شنو كنعطي فيها لا غولاسيون ديال هاد لي سومي اللي عرفتهم في الاكس داكوغ. دونك
قبل ما نكملو تالكور شنو هما اهم حويجات خصنا نعرفوهم في لا تيوري دي غراف قبل ما ندخلو لا ريبريزونطاسيون غرافيك وداك الغراف اكسيتيرا. دونك شنو هما هاد الحويجات؟ شنو قلنا؟ شاك اليمون يعني كل اليمون من هاد الاو، شاك اليمون من هاد الاو. دونك انا عرفتو اكس اي اكس جي، ما بغيتش نعطيه واحد، ما بغيتش نقول زعما اكس 1 اكس 2 باش ما تقولوش راه فوقاش ما نشوفو اكس 1 اكس 2. دونك انا عطيت اليمون كيف ما كان اكس اي اكس جي كينتمي لاو، كينتمي لهاد الاو هادي. دونك ريبريزونت ان ارك ريليون يعني كيجمع ارك، شنو كيجمع؟ اكس اي ا اكس جي داكور. اي اون نوت، اي اون نوت، اي اون نوت اكس اي ايتي اكس جي. دونك شنو قلنا؟ شاك اليمون من هاد الاكس اي اكس جي كينتمي لاو ريبريزونت ان ارك كيجمع ريليون اكس اي اكس جي. دونك فين هو الارك؟ هو هذا، فوالا داكور. دونك كل اليمون من هادو يعني اكس 1 اكس 2 راه كيجمعهم ان ارك، اكس 1 اكس 3 كيجمعهم ان ارك، اكس 1 اكس 5 كيجمعهم ان ارك. ومني كنصوب هادشي كامل كنحط هاد لي زاليمون كاملين وكنجمعهم بلي زاك، هذاك هو الغراف داكور. دونك ها الملاحظه الاولى اللي خصني نتبعها. دونك هنا لا شوز لا بلوز امبورطونت، دونك اون نوت، اون نوت، دونك هادي مهمه، اون نوت اكس اي اكس جي من اكس اي الاكس جي هي ديفيرونت مناش اكس جي الاكس اي. دونك هنا شنو قلنا؟ من الاكس اي الاكس جي راه كتخالف اكس جي الاكس اي، يعني لو سونس لا فليش اي بلوز امبورطونت داكور. علاش؟ حيت نورمالمون حيت هاد لا تيوري دي غراف الاصل ديالها شكون اللي كانوا كيخدموا هنا؟ لي سوسيتي ديال الترونسبور. في الاصل كانوا لي سوسيتي ديال الترونسبور، يعني اللي كيديروا لنا داك لي تراجي ديال الترونسبور. الوغ وهنايا غادي نفهموا علاش من اكس اي. مثلا هما بحال دابا في لا سوسيتي ترونسبور، انا نعطيك شنو كان عندهم هذا، هاد الصومي كان هو مثلا فاس، شركه كوكا مثلا. دونك هاد الصومي عنده هو فاس، وهاد الصومي مثلا هو مكناس. ودونك من فاس لمكناس عندنا الكاميو مثلا كيمشي من فاس لمكناس، ومن فاس لمكناس ماشي هي من مكناس لفاس داكوغ. هادشي علاش قلت لو سونس لا فليش اي بلوز امبورطونت. دونك النقطة الثانية اللي مهمة حتى هي غادي نهضر عليها اللي هي اونتخ، دونك اونتخ اونتخ دو سومي، اونتخ دو سومي كيلكونك كيلكونك يعني اكس اي اكس جي يعني دو سومي quelconque x i x j on peut avoir trois situations. Donc ma bin 200 mais x i x j يمكن نلقاو ثلاثه ديال لي سيتوياسيون. الوغ شنو هما؟ سوا يعني ما بين هاد لي 200 مي سوا با دارك يعني ما كاينش ارك، يعني اكس اي اكس جي هي هادي ما كاينش ان ارك، يعني انديبوندون اكس اي بوحدها و اكس جي بوحدها. اكس اي ما كدير اكس جي و اكس جي ما كدير اكس اي، با دارك. سوا الو قلت سوا ان ارك دون un sens dans un sens, soit un arc dans un sens. Par exemple, xi xj. Qui fait un arc dans un sens? Yani min xi qui dit xj. Yani sens واحد dans un sens. Alors, soit donc celle-là, donc situation où il n'y a pas d'arc, soit un arc dans un sens ou là soit deux arcs de sens différents. Qui fait
deux sens différents ou là deux sens contraires. Palash, pal xi, xj. Voilà. Donc deux sens différents, deux arcs. Alors que le xi qu'a xj ou xj qu'a le xi. D'autres termes, il peut nous dire non. Qui m'a dit que c'est l'exemple de le camion, nous avons xi qu'on peut faire IFS. مثلاً إكس جي هي مكناس دونك هادو هكا كيخدمو لي سوسيتي ديال الترونسبور ولا مثلا إلا كانت ديستريبيسيون غي في شي مدينة كياخدو هذا حي هذا كارتي وهذا كارتي وكيصوبو الكراف دونك علاش حنا باش نهضرو في الأصل علاش دارت لا تيوري دي كراف وعلاش كيخدمو هاد لي سوسيتي الترونسبور حيت شنو هو لوبجيكتيف ديال أي سوسيتي هو تمينيميزي لي كو ولي سوسيتي ديال الترونسبور شنو كيكون عندها مثلا الترونسبور راه ساكو دي شارج يعني ممكن نقول ديستريبيسيون راه عندك المازوت عندك الشيافر كيخدموا لك بالنهار مثلا دونك شنو هو لوبجيكتيف ديال لا سوسيتي تمينيميزي ليكم وباش نقولوا تمينيميزي ليكم على الاقل تمينيميزي غير لي شارج ديال 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 الغازوال باش تمينيميزي لك لي شارج الغازوال شنو خصها تختار شنو هو لو شوما لو بلي كورت وراه كما كنسمعوها في حياتنا اليوميه وهم بلا ما تطول الطريق دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال الشركات كتختار ما بين مثلا كيكونوا عندها بزاف دابا انا كنعطي هنايا هي دو مثلا عطيت هي دو كارتي ولا دو في نقول نختار حنا هي دو كارتي كاين هذا الكارتي وكاين هذا الكارتي ولكن كتكون سوسيتي مثلا ديال دانون ولا ديال الحليب كيكون عندها بليزيوغ كارتي كيكون عندها واحد الكراف اللي كبير عندها اكس المهم هي كتسمي لي كارتي حنا عندنا الكور ما كنعطيوش لي كارتي كنسميوهم باكس واحد اكس جوج اكس ثلاثه اكس اربعه وكاين اللي كيسميوهم ايكغيك دونك هادو كيبقاو دي زابغيفياسيون دونك شنو كياخذوا ما بين لي كارتي ها كارتي 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 و سي خصنا نعرفوا الترونسبور خصو يدوز من هنا لهنا من هنا لهنا من هنا لهنا وكاين الطريق كدوز من هنا دونك حنا لوبجيكتيف ديالنا هو نشوفوا لو شومان لو بلي كورت وشنو هو لو تراجي لو بلي لونغ داكوغ دونك حنا غادي نهد قدقه باش ما نسبقوش الاحداث دونك نعطي فيها هاد الصوره باش نفهموا شنو هي الاصل ديال هاد لا تيوري دي غراف فين غاديين حنايا في هاد لا تيوري دي غراف دونك داكوغ دونك هنايا شنو هضرنا قلت اونتر 200 مي كالكونك On peut avoir trois situations. On peut avoir trois situations, soit pas d'arc, soit un arc dans un sens, soit deux arcs de sens contraire. D'accord. Raster un sommet relié à lui-même à lui-même s'appelle la boucle c'est le vecteur s'appelle la boucle qui fait يعني xi عندنا ان سومي سومي واحد ان سومي اللي هو هذا relié à lui-même يعني ما كيجمعوه حتى شي علاقه مع شي سومي واحد اخر كيفاش relié à lui-même دونك ثلاث سيلو دونك شنو قلت ان سومي relié ها هو دا ما كيدير حتى شي جهه واحده اخرى غولي الوي ميم دونك شنو كنسمي هادي لا بوكل يعني ما كايناش شي غولاسيون افيك دوتر سوم سومي دونك سابيل لا بوكل الوغ واش دونك حيت كاين دا كيسيون دونك بيسكو انا ما حداكمش غالبا غادي تدور لكم في بالكم واش ممكن واحد لو سومي يكون بحال هكا دو سومي يتجمعوا اكس اي اكس جي واش ممكن انه اونتر 200 يكون ان ارك بيان سور كاين حيت شفناها في لا سيتياسيون سوا با دارك سوا ان ارك دون ان سونس ويمكن له يكون من هنا لهنا بحال داكوغ دونك ثانيه واش يمكن تكون هكا و اكس جي كتجيب الاكس وي كاينه دونك هي هاد لا سيتياسيون اللي هضرنا عليها قبيله ولكن واحد لا سيتياسيون ما هضرناش عليها واش ممكن تكون اكس اي اكس جي وعاوتاني اكس اي اكس جي هادي نو ما يمكنلهاش تكون امبوسيبل تكون في ان غراف دونك هادي شنو كتسمى كتسمى مولتي غراف علاش سميتها مولتي غراف حيت نورمالمون في الغراف كتكون هي وحده كتكون هي الفوقانيه هي التحتانيه بحال دونك غادي تكون هي الفوقانيه وحده ما يمكنش تكون مدوبله دونك انا بالنسبه لي كيفاش كنقرا منين كنلقاها مدوبله دونك كنقول انا بالنسبه لي هذا ماشي غراف واحد ميلتي غراف بزاف ديال لي غراف حيت غراف واحد كتكون فيه سيتياسيون وحده هي هذه
D'accord? Donc, l'objectif ديال هذا الكور انا نكتبه هنا. دونك شنو هو الاوبجيكتيف؟ الاوبجيكتيف باش لوبجيكتيف اي اون شيرش باش نعرفوا علاش نقراو هاد لا تيوري دي غراف فين غاديين وهذا. دونك شنو قلت؟ لوبجيكتيف اي اون شيرش ا ديتيرميني دي ما نقولش des trajets longueur optimale de longueur optimale يعني كنقلب شنو هو لو لونغور شنو هو الطراجي دو لونغور اوبتيمال يعني حيت هنايا راه كاين غنشوفوا فيها المين وغنشوفوا فيها الماكس حيت بالنسبه لي زونتربريز راه شنو قلنا عندها دو زوبجيكتيف سوا ماكسيميزي ريزولتا سوا مينيميزي لي كو هنا فوقاش غنشوفوا المين مثلا ملي كتبغي تمينيميزي لي شارج وانا عطيت بار اكزومبل بحال كومبوستيبل ولا الغازوال دونك غنمينيميزي لي شارج بار اكزومبل الغازوال دونك هنا غنخدموا بالمين وعلاش غنقلبوا شنو هو لو طراجي مينيموم يعني اقل طراجي بلا ما نطولوا الطريق وفي الماكس علاش كتقلب لونتربريز ماكسيميزي شنو ماكسيميزي الريزولتا ولا ماكسيميزي الشيفر دافير دونك هنا عاوتاني غادي نشوفوا مثلا واحد داكور دونك قلت لونتربريز عاوتاني اللي كان عندها الدوزيام اوبجيكتيف هو ماكسيميزي لو شيفر دافير كيتعطى عاوتاني واحد الجراف وداك الجراف كيكون سو فورم مثلا ما كيعطيكش لي تراجي ولا لي تراجي ما بين كارتي بكارتي بحال اللي قلت قبيله ولكن غادي يعطيك لو كو ما بين هاد التراجي وهاد التراجي مثلا انا من هاد التراجي لهاد التراجي مثلا غادي ندخل فيه ما كيما عطيت قبيله واحد الشيفر دافير اكس داكوغ وما بين هاد التراجي مثلا وهاد التراجي وتراجي واحد اخر غادي ندخل واحد الشيفر دافير دونك انا شنو كنقلب على شنو هو التراجي كي ماكسيميز لو شيفر دافير على اين هنايا غير باش نهضر علاش حيت هنا ما سمي هنا هاد لوبتيمال ما سميتهاش داكوغ ما هضرتش حيت اوبتيمال خليتها في دو سونس يا الماكس يا المين هادشي علاش انا بغيت نشرح شنو هو المين وعطيت ليكزومبل هو من كاميميزي ليكو وفي الماكس ملي كنكون واحد ماكسيميزي ريزولتا ولا شيفر دافير دونك شنو هو لوبجيكتيف ديال هاد لا تيوري دي غراف هو اون شيرش ا ديتيرميني شنو هو لو تراجي دو لونغور اوبتيمال والاوبتيموم على حسب ليكزيرسيس واش غنخدم في المين ولا في الماكس داكوغ دونك دابا من بعد ما درنا ديفينيسيون غادي ندوز للدوزيام بوان واللي هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك داكوغ دونك هي باش نسميها هنايا نديرو هنايا اولا واحد الاولا D'accord, on dit les naïons, on dit de la représentation. D'abord, on va faire un nouveau graphe, après l'exemple du graphe. D'abord, la représentation d'un graphe. Donc, عندنا الجراف عطينا ليكزومبل ديالو دابا كيفاش كنريبريزونتي هذاك الجراف يعني راه عنده واحد ديزاين عنده واحد الشكل دونك هذاك الشكل هو اللي كنهضر عليه كيفاش كنريبريزونتي دونك ان غراف بو تيتر بريزونتي انا راه كنتعمد هني نكتب باش نتوما تكون عندكم واحد الورقه وستيلو ولا دفتر مكتوبه فيه الشابيتر الاولى ولي زيكزرسيس الوغ بيان سور كنقول هنايا لي زيكزرسيس اللي خدمت انا واللي خدمت البروف ديالكم وندوزو دابا الشابيتر الثانيه عاوتاني دفتر الشابيتر 2 وغادي نكتب راه بامكاني اني ندير داك الشرح كما كيكون في يوتيوب انا بقى نشرح في السما ودونك ولا نجيب شي كور ونحطو لكم قبالتكم وكنشرح في داك الكور ونزرب دونك انا راه اكسبري كنمشي نقطه بنقطه واي تساؤل دونك ديجا في الاوام اللي دازو طرحوا عليا راه كنتذكر داك الاسئله وكنحاول نطرحهم دابا ونجاوب عليهم اون ميم طون داكوغ دونك نكمل قلت ان غراف بوتيتر ريبريزونتي دو تروا مانيير يعني واحد الجراف كما كان نوعو يمكن ندير له ريبريزونطاسيون ديالو ثلاثه ديال لي مانيير ولا بثلاثه الطرق دونك شنو هما يعني باش ندير ريبريزونطاسيون ديال الكراف كاين 3 تيب دو ريبريزونطاسيون ولا 3 ميثود دونك او بيان سور خصكم تكونوا عارفينهم نتوما بثلاثه حيت يقدر نهار ديال ليكزام
البروف يجي ويعطيني هذا الجراف هذا جراف ها هو هذا ليكزومبل اللي عطيت جراف ويقول لك دير لي واحد الريبريزونطاسيون كالكونك ويحددها وحده من داك الثلاثه انت خصك تكون عارفهم بالثلاثه كيفاش كنديروا لهم الريبريزونطاسيون داكور نبدا بالريبريزونطاسيون الاولى ونسميها ا داكور ا شنو هي هي لا ريبريزونطاسيون لا ريبريزونطاسيون ساجيبل وكاين البروف اللي كيسميها ساجيتال ساجيتال داكور دونك لا ريبريزونطاسيون ساجيبل دونك كيفاش كتكون هاد لا ريبريزونطاسيون ساجيبل دونك ساهله دونك اول حاجه شنو كندير وغادي نخدم على الميم اكزومبل اللي شتينا قبيله هاد الجراف هذا دابا ندير له هاد لا ريبريزونطاسيون ساجيبل دونك اول حاجه شنو كنوض ندير كنجي كنحط هاد لي زيكس هاد لي سومي دونك اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5 كنجي كنحطهم ها هما هادو ها هي دي اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5 انا حطيتهم الوغ بيان سور سؤال واش نحطهم في سطر واحد واش مخربقين دونك بيان سور انا كنحط واحد في واحد مثلا حطيتهم على هذا الشكل هذا كما يمكن لكم غير هو في سطر واحد علاش ما بغيتش نديرهم في سطر واحد حيت كاينه احنا نشوفو من بعد كاين لا غولاسيون ما بين اكس 1 اكس 4 اكس 1 اكس 5 ما يمكنش نجمعهم بواحد مثلا يدوز واحد في واحد دونك دابا حطيت لي سومي كيفاش غادي نرسم الجراف ديالي يلا شو شنو غادي ندير دونك غادي نجي ل او وغادي نجمع هذوك لي كومبينيسون اللي عندي دونك شنو عندي اكس 1 مع مرتبطه اكس 1 اكس 2 دونك شنو قلنا شاك اليمون كيتجمع بان مارك يلا x1 x2 كنمشي نجمعهم بارك ها هي x1 x2 ها ارك شنو عندي مورا x1 x3 ان مارك دونك نمشي ل x1 x3 ان مارك ها هو x1 x5 ان مارك دونك عندي x1 ها هي نجيبها من هنا لهنا x1 x5 ها ان مارك عندي x2 x3 ان ارك x2 هي دي x2 x3 ان ارك شنو عندي عاوتاني x3 x4 ان ارك x3 x4 ان ارك x3 x5 x3 x5 ان ارك شنو عندي اخر اخر حاجه x4 x5 x4 x5 ان ارك ها هو دونك هادي هي الغوبريزونطاسيون دان غراف داكوغ دونك شاك اليمون جمعتهم بان ارك اكس 1 اكس 2 جمعتها بان ارك اكس 1 اكس 3 جمعتها بان ارك اكس 1 اكس 5 جمعتها بان ارك دونك غي الله يخليكم انا النصيحه اللي ننصحكم حاولوا ترسموا الجراف رقد الوسخ عاد تحطوه لي في لافوي بيان سور النهار ديال ليكزام علاش حيت الوصيه اللي غادي نقول لكم هو انه حاولوا ما تبقاش تشربكوا داك لي زارك يعني واحد يدخل في واحد دونك ها هو كلير هكا باين علاش حيت بيان سور الجراف هو غادي وغادي يبدا يكبر راه ماشي الجراف راه ما يبقاش في هاد لاطاي هي راه مازال نبقاو نزيدو نكبرو انا هي عطيت واحد ليكزومبل بيان سور ما يكونش معقد كنعطي ليكزومبل اللي هو سامبل ولكن النصيحه اللي نقول لكم من دابا هو انه ارك ما يكونش كيدخل في الارك حيت راه ملي يكبر الجراف وبديتي تدخل لي ارك في ارك راك غادي تبدا تلف داكوغ دونك اللهم من الديبار نتعلم انا نمشي هي بطريقه سهله دونك شنو قلت بحال دابا كاين اللي غادي يجي اكس 1 اكس 5 شنو انا منين ندوزها اكس 1 اكس 5 وهو بوحدو كاين اللي كيجي يدوزها من هنا اكس 1 اكس 5 وكيقاطع هاد الاكس 1 اكس 5 مع هاد الاكس 2 اكس 3 غيتقاطع ليه هنايا داكوغ دونك من بعد دابا السؤال واش صحيح ولا غلط الا تقاطع واش غلط ولا صحيح دونك الا الا جاوب متقاطعين راه صحيح راه ما كنقولكش غلط ولكن من بعد لمصلحتك راك غادي تدوخ حيت علاش ملي يبدا يكبر الجراف غادي تبقى تلقى واحد المشكل داكوغ دونك هذه الغوبريزونطاسيون الاولى كما قلنا لا غوبريزونطاسيون سا جي دي دابا ندوز بي دابا شفنا الغوبريزونطاسيون الاولى ا دابا ندوز الغوبريزونطاسيون الثانيه هي لا غوبريزونطاسيون لا غوبريزونطاسيون ا ليد ا ليد des dictionnaires. Alors, à l'aide des dictionnaires. À l'aide des dictionnaires.
دونك هذه الريبريزونطاسيون الثانيه على ليد دي ديكسيونير. ملي كنقول دي ديكسيونير راه تسمى البلوريال، يعني كاين دو ديكسيونير ولا بليزيور. دونك بيان سور في هذه الريبريزونطاسيون عندنا دو ديكسيونير. دونك ها ندير الاول ها هو دا وانا نقسمهم على جوج داكور، والثاني غادي نديرو هنا باش يبقاو استغلت الورقه. دونك شنو هو غادي نشوفو لا ريبريزونطاسيون على ليد بالديكسيونير ديكسيونير دي نبدا بلي سويفون دي سويفون. وهنا غادي يكون عندي ديكسيونير دي بريسيدون ديكسيونير دي بريسيدون بريسيدون داكور دي سويفون دي بريسيدون. سويفون نسميها اس حيت سويفون اس ديال الاكس داكور، والبريسيدون هي البي دو اكس داكور. دونك هادو غادي نعطيهم هي روموز. يلا كيفاش غادي ندير لهاد الريبريزونطاسيون على ديكسيونير دي بريسي دي سويفون؟ نبداو بسويفون هو الاول. يلا دونك شنو كندير؟ كنجي كنرسم ان طابلو ها هو دا داكور. دونك هنا شنو كندير؟ هنا كنحط لي سومي. دونك راهي باش نقول لكم تيوري دي غراف راه ساهله، راه ماشي صعيبه، راه شكون اللي كتجيه صعيبه هو اللي كيتجاوز الكور وكيبغي يمشي لي زيكزيرسيس. راه تما علاش؟ حيت ليكزيرسيس فيه واحد الكراف اللي هو كبير، راه باش تفهم ليكزيرسيس ولا كيمشد لي ليكزام ويشد لي الكوريجي وكيحاول يفهم. دونك راه ماشي خدمه، سير بالكور وسير بداك الشيء اللي هو بازيك شي شويه، وانت غادي كطلع في النيفو في النيفو حتى كنوصلوا لي زيكزام. وهذه هي راه طريقه الخدمه اللي نورمالمون خاصها تكون. دونك قلت كما قلت هنا كنحط لي سومي، وهنا شنو كنحط؟ كنحط لي سويفون ديال الاكس داكور. علاش؟ هذا هو الديكسيونير على دي سويفون. دونك نشوفوا الريبريزونطاسيون كيفاش كتكون. اول حاجه شنو كنجي ندير؟ كنجي وكنحط لي سومي، عندي اكس 1 عندي اكس 2 عندي اكس 3 وشنو عندنا؟ اكس 4 اكس 5 عندنا اكس 4 وعندنا اكس 5 داكور. يلا وكنجي وغنحط قبالتي هاد الكراف هذا، ها هو باش نحطو قبالتي هنايا، ها هو داكور. يلا كنجي لاكس 1 شكون هي السويفون ديالها؟ يعني بحال نقول لك حيت دابا كما قلنا باش نرجع عاوتاني نشرح شي شويه لا باز ديال لا تيوري دي غراف. دابا لا تيوري دي غراف هذا هو الغراف اللي عندي، قلنا على باز شكون اللي كيديروه؟ اكثريه كانوا لي سوسيتي ديال ديستريبيسيون او تا لي سوسيتي ديال ريزو. دونك ا ليبوك وشنو كنا شنو كانوا كيديروا؟ هنا نعطي ليكزومبل سوسيتي ديال ريزو مثلا ولا سوسيتي ديال ديستريبيسيون ديال ترونسبور كما قلت قبيله، كياخذوا هاد لي سومي صافي. وهاد لي سومي شنو كانوا كيعتبروهم؟ حنا كنسميوهم اكس حيت عندنا الكور. هما شنو كيسميوهم؟ مثلا كيقول مثلا لي فيل، كيقول لك هادي فاس، مكناس، سيدي قاسم، قنيطره، الرباط داكور. وشنو كيقول لك؟ البوان ديبار هاي دي هي فاس. واش كاينه شي طريق كتجيب لهنايا؟ لا، حيت فاس منها كينطلق ترونسبور تران ولا كاميو ولا المهم اللي كان ترونسبور كينطلق من فاس داكوغ. دونك وشنو هو لوبجيكتيف؟ شنو هي البوان داريفي؟ البوان داريفي هي هاد الرباط هادي. دابا شنو كانوا كيدرسوا؟ كانوا كيدرسوا لي تراجي. كيقول لك فوالا من فاس يمكننا ندوزو لمكناس، من مكناس ندوزو لسيدي قاسم، ومن سيدي قاسم ندوزو لقنيطره، ومن قنيطره نوصلو للرباط. ها الطريق الاولى. كاينه طريق وحده اخرى من فاس للرباط نيشان، ها طريق وحده اخرى. كاينه طريق وحده اخرى من فاس ما يدوش المكناس، من فاس لسيدي قاسم، ومن سيدي قاسم يدوز القنيطره، ومن القنيطره عاد الرباط. كاينه طريق وحده اخرى من فاس لسيدي قاسم، ومن سيدي قاسم نيشان الرباط. دونك كاين بليزيوغ تراجي. حنا كما قلنا لوبجيكتيف هو كنقلب على شنو هو التراجي اللي غادي مينيميزي لي شارج داكوغ. دونك حنا ما كنكونوش عارفين شنو هو التراجي ديال اللي كيمينيميزي لي شارج. علاش؟ حيت من بعد يبدا يكبر هذا الكراف، ومن بعد ملي يبدا يكبر شنو خصنا نعرفو؟ شحال كنكونسومي د الغازوال من هنا لهنا ومن هنا لهنا باش عادي يمكن لي نقلب شنو هو التراجي المينيموم. حنا نمشيو دقه دقه. دابا انا شنو قلت؟ بغيت الريبريزونطاسيون ديال هذا الكراف على دي ديكسيونير دي سويفون. دونك شنو كنقول؟ اكس 1 شنو هما الطرقه اللي كدي لها؟ شنو هي السويفون ديال اكس 1؟ دونك اكس 1 عندها السويفون ديالها اكس 2، هاي اللي موراها كدي الاكس 2، وكاينه عاوتاني اكس 3 كدير الاكس 3. واش كدير اكس 1 كدير الاكس 4؟ ما كديش الاكس 4. دونك اكس 1 كدير الاكس 5. دونك شكون هما السويفون ديال لي مور الاكس 1؟ دونك يقدر دير لنا الاكس 2، يقدر دير لنا الاكس 3،
ويقدر دينا ال اكس 5 ها هو السويفون ديال اكس 1 داكوغ. نمشي نشوف عاوتاني ال اكس 2 شكون هو السويفون ديال اكس 2 يعني اللي مور ال اكس 2. ال اكس 2 ها هو هذا اللي كيدي ال اكس 2 يعني كنشوف السهم اللي خارج من ال اكس 2 فين كيدي. عندها سهم واحد خارج من ال اكس 2 اللي هو هذا كيديه ال اكس 3 بوحدو داكوغ. ندوز ال اكس 3 اكس 3 السهم اللي خارج من عندها فين كيدي خارجين جوج اكس 4 و اكس 5 يعني سويفون ديال اكس 3 هي الاكس 4 والاكس 5. الاكس 4 ها هو الاكس 4 السهم اللي خارج منه فين كيدي كيدي الاكس 5 دونك سويفون ديال اكس 4 هو الاكس 5 بوحدو. والاكس 5 فين كيدي ما كيدي حتى البلاصه دونك لونسومبل فيد داكوغ. دونك راه كنظن انها سهله باش نرسم هاد لي سويفون ولكن كاين سؤال مطروح مسيو نهار ديال الاكزام الا عطاني هاد الجراف هذا ما عطانيش هاد الغوبريزونطاسيون عطاني هاد الجراف وقال لي دير الغوبريزونطاسيون على دي ديكسيونير ها يعني عطاني هذا نتبازا على هذا وغادي واش مسيو الا عطاني هذا واش نصوب هذا عاد ندوز لهذا لا هو عطاك هاد الجراف وقال لك عطيني غوبريزونطاسيون على دي ديكسيونير سويفون منين خاصك تصوب هذا ما تضيعش الوقت في هذا دونك هنا خصني ندرب كيفاش غادي نصوب من هذا. يلا اجي نشوفوها هنايا ساهله. انا علاش كنقلب ديكسيونير دي سويفون دونك ديما مثلا انا بغيت سويفون ديال اكس 1 شكون هو السويفون ديال اكس 1 كنمشي نشوف اي اونسومبل مكتوبه فيها اكس 1 ها الاونسومبل الاول دونك سويفون ديال اكس 1 اكس 2 سويفون ديال اكس 1 اكس 3 سويفون ديال اكس 1 اكس 5 دونك كاينه اكس 2 اكس 3 اكس 5 اكس 2 اكس 3 اكس اكس 5 واش مازال شي اكس 1 هنايا ما كاين حتى شي اكس 1 واحد اخر دونك كاينين هي داك الثلاثه كنكتبهم سويفون ديال اكس 2 كنمشي نقلب هنايا على الاكس 2 ونشوف شكون اللي معاها اكس 2 غنلقى وحده معاها الاكس 3 وكنحط الاكس 3 هنايا عاود الاكس 3 شكون معاها ها الاكس 3 ديما كنشوف حيت عندك مثلا انا سويفون ديال اكس 3 عندك تمشي تشوف لي هذه لا هادي راه من دو لطروا دابا انا بغيت السويفون ديال الطروا يعني نشوف لونسومبل اللي كيبدا بالطروا ها هو لونسومبل اللي كيبدا بالطروا دونك هو الكات والسانك داكوغ ها هي الكات والسانك الكاتر ها هو كيبدا الكاتر دونك اللي معاها اكس 5 بوحدها ها هي الاكس 5 نمشي نقلب على الاكس 5 عطيني شي اونسومبل اللي كيبدا هنايا بالاكس 5 ما كاينش دونك داكشي علاش مجموعه فارغه داكوغ. يلا دابا ندوز على ليد كنحاول كل حاجه كنشرحها وكنعطيها وقتها وما كنزربش فيها علاش راه باش تشدوها لي تنسوما راه كنعطيها وقتها باش تفهموها وباش ما نديرش انا خدمه المضوبله باش منين اكسيليري باش منين ندوز زعما لي زيكزرسيس راه منين ندوز لي زيكزرسيس راه ما بقاش نرجع لهذا الشيء نشرحه الوغ هنا قلنا على دي بريسيدون هنا كنحطو لي سومي بحال الطابلو اللي درنا لي سومي وهنا كندير لي بريسيدون ما كنديرش لي سويف الوغ وكنحط لي سومي ديالي اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 وعندي اكس 5 فوالا. دونك دابا شنو كنشوفو دابا كنمشيو بالعكس شنو اللي قبل منا دونك هنا قبيله شنو كنا كنشوفو اكس 1 فين كدي هادي سويفون اكس 1 فين كدي هذا سويفون. دابا الا بغيت نعرف البريسيدون اكس 1 شنو كنقول اكس 1 شكون كيجيب الاكس 1 ماشي فين كدي العكس ديالها شكون كيجيب لها دونك اكس 1 شكون كيجيب لها يعني شنو هو السهم اللي داخل ليها شكون اللي كيجيب لها اكس 1 واش كيجيب لها شي حد ما كيجيب لها حتى واحد داكوغ اكس 1 ما كيجيب لها حتى واحد دونك مجموعه فارغه ما كاين حتى شي سهم داخل عندها داكوغ. ندوزو لإكس 2 باش نفهمو إكس 2 ماشي فين كدي فين كدي هي سويفون شكون كيجيب لإكس 2 دونك كنشوف هاهو إكس 2 راه داخل عندها واحد السهم دونك شكون اللي مدخل عندها هاد السهم يعني إكس 2 شكون كيجيب لها كيجيب لها الإكس 1 داكوغ يعني بحال كنقولك شنو هي الطريق اللي قبل الإكس 2 هاهي الإكس 2 هاهي اكس 2 كاينه واحد الطريق كدي انا ما كنقلبش على السويفون ولكن كاينه واحد الطريق كتجيب الاكس 2 كديك الاكس 2 شكون هي الطريق اللي كديك الاكس 2 هي اكس 1
Donc le précédent ديال x2 هو ال x1. داكور؟ نمشي ل x3. ها هي ال x3. ها هي ال x3. هادو الطرقان كيديو. ولكن شكون كيجيب لها؟ كاين جوج طرقان كيجيبو لها، هما الاسهم اللي داخلين لها. شو كي كنشرح راه اكثر من هكا راه ما يمكنش. دونك الطرقان اللي كيجيبو لها كتجيب لها ال x2 كتجيب لها ال x1. دونك البريسيدون ديال x3 هي x1 x2 x1 x2. الوغ بيان سور راه هادشي باش تميتريزيوه راه سالي الفيديو راجع هادشي شي دو فوا. علاش؟ حيت راه كل ما كنزيدو في الكور كل ما هادشي كيبقى يتطور وكيتزاد كيتزاد. راه هادشي علاش قلت لكم راه قبيله لو بير هو اللي كيمشي يجد ليكزارسيس ولا كيمشي يجد لي ليكزام وكيبغي يخدم في ليكزام زعما على اساس يفهم. علاش؟ راه حيت الامور راه كتزيد وكتشربك. دونك شنو قلنا؟ اكس 3 شكون هما البريسيدون ديالها؟ هي اكس 1 اكس 2. نمشي لاكس 4. شكون هو البريسيدون؟ اكس 4 هو هذا. ها الطرق كدي انا ما عندي ما ندير بالسويفو. عطيني اللي كتجيب للاكس 4 شكون هي الطرق اللي كتجيب له؟ هي هذه هي اكس 3. دونك اكس 3 بوحده طريق وحده كتجيب الاكس 4 هي الاكس 3. اكس 5 اكس 5 ما كنقلبش فين كيدي راه ما كيدي حتى القنت هو السويفون مجموعه فارغه ما كيدي حتى القنت. ولكن اكس 5 شنو هما الطرقان اللي كيجيبوا الاكس 5 يعني شنو هما الاسهم اللي داخلين له؟ دونك عندنا اكس 5 اكس 1 كتجيب الاكس 5 عندنا الاكس 4 كتجيب الاكس 5 وعندنا الاكس 3 يعني ثلاثه الاسهم داخلين له يعني ثلاثه الطرقان كيجيبوا لها يعني البريسيدون يعني الطرقان اللي قبل الاكس 5 هي الاكس 1 اكس 4 اكس 3. دونك قلنا اكس 1 اكس 3 و اكس 5 داكور. دونك جو بونس حتى هي راه باينه باللي سويفون ولي بريسيدون دونك ما نلقاش فيها داكور. دونك حنا من هذا لهذا صوبناه. دابا كيفاش ندوز من هذا لهذا؟ يعني نتبازا على لي سويفون ابارتير لي سويفون صوبو لي بريسيدون ونشوفو العكس كيفاش. دونك حتى هي ساهله. يلا اجي نصوبو لي بريسيدون اليد ديال هاد ديكسيونير دي سويفون. نعتبرو لي بريسيدون ما عنديش هنايا خاوي. يلا دابا شنو كنقلب؟ شنو هو البريسيدون ديال البريسيدون؟ كنقلبو على البريسيدون. شنو هو البريسيدون ديال اكس 1؟ كنجي لهنا وكنقلب على الاكس 1 فيه مكتوبه. كنجي لي سويفون نقلب على الاكس 1 فيه مكتوبه. هنا ما كايناش هنا ما كايناش هنا ما كايناش هنا ما كايناش. دونك ما كاينش بريسيدون مجموعه فارغه. ها هي هادي. كنجي للاكس 2 بغيت نعرف شكون هو البريسيدون ديال الاكس 2. كنمشي لي سويفون ونقلب على الاكس 2 فين مكتوبه. ها وحده مكتوبه هنا مكتوبه هنا. اذا فين مكتوبه؟ مكتوبه في الاكس 1. صافي الاكس 2 ها هي كاينه ما كايناش شي وحده اخرى هنا. لا كاينه اكس 2 وحده. فين مكتوبه؟ في الاكس 1. كنجي تنقول البريسيدون ديال الاكس 2 هي هاد الاكس 1. ها هي هادي داكور. نزيد الاكس 3 بغيت نعرف البريسيدون ديال الاكس 3. شنو كندير؟ كنقلب على الاكس 3 في لي سويفون فين مكتوبه. ها هي مكتوبه هنا. عند من مكتوبه؟ مكتوبه عند اكس 1 ومكتوبه عند الاكس 2. دونك هنا شنو كنقول؟ الاكس 3 البريسيدون ديال الاكس 3 هو الاكس 1 واكس 2. شنو قلنا باش نقلب على البريسيدون ديال اكس 3؟ كنقلب على الاكس 3 في لي سويفون عند من مكتوبه ماشي فين مكتوبه. هاي مكتوبه هنا ومكتوبه هنا ولكن عند من مكتوبين؟ مكتوبين عند الاكس 1 واكس 2. كنهز الاكس 1 والاكس 2 وكنقول هما البريسيدون ديال الاكس 3 داكور. كنمشي دابا عاوتاني الاكس 4 فين مكتوبه؟ عند من؟ هاي مكتوبه هنا عند الاكس 3 كنكتب لها الاكس 3. والاكس 5 كنمشي نقلب على الاكس 5 في لي سويفون عند من مكتوبه. ها اكس 5 مكتوبه عند الاكس 1 ومكتوبه عند الاكس 3 ومكتوبه عند الاكس 4. دونك كنهز الاكس 1 اكس 3 اكس 4 داكور. وانا نعاود نقلبهم عاوتاني. انا عندي لي بريسيدون بغيت نصوب لي سويفون ودرق هاد لي سويفون درقهم وصوبها لي بنفس الطريقه. بغيت السويفون ديال اكس 1 كنمشي للاكس 1 ونشوفها عند من مكتوبه. عند الاكس 2 بوحده اكس 2 اكس 3. دونك كما قلت غادي تمشيو بنفس الطريقه. انا نحاول ما نكملهاش نتوما تصوبوها. انا نبدا لكم هي الاولى. مثلا انا عندي البريسيدون بغيت نصوب سويفون. هادشي راه في ورقه الوسخ ترينيو عليه. دونك انا عندي البريسيدون ها هما هادو وقال لي عطاني هذا عطاني هذا الكراف النهار ديال ليكزام وقال لي صوب لي سويفون. كي ندير له؟
كنجي مثلا انا بغيت سويفون ديال اكس 1 كنجي للبريسيدون كنقلب في البريسيدون فين مكتوبه اكس 1 ها هي مكتوبه عند من ها هي اكس 1 مكتوبه هنا وهنا وهنا اذا مكتوبه عند الاكس 2 ومكتوبه عند الاكس 3 ومكتوبه عند الاكس 5 ها هي دي مكتوبه عند الاكس 2 و 3 و 5 دونك هادو هما السويفون ديال اكس 1 اكس 2 عند من مكتوبه اكس 2 مكتوبه غير عند الاكس 3 ها هي اكس 3 وكملوا نتوما دونك انا حاولوا هادشي ترينيو عليه راه كيما قلت تقدر نهار ليكزام نعطيك هذا يقول لك خرج هذا يقدر يعطيك هذا ويقول لك خرج هذا يقدر يعطيك ريبريزونطاسيون ساجيبل ويقول لك خرج لي سويفون يقدر يعطيك ريبريزونطاسيون ساجيبل ويخرج لي بريسيدون دونك راه ما تقولش راه النهار ديال ليكزام يعطيني هي هاد ريبريزونطاسيون هادي يعطيني زعما هاد ليكزامبل هذا من هذا ونخرج لا راه خصك تكون عارف كيفاش تلعب بهم بثلاثه بهم يقدر انا نعطيك هذا ونقول لك خرج هذا يقدر نعطيك لي سويفون ديكسيونير دي سويفون نقول لك خرج لي الساجيبل حاولوا ترينيو عليهم راه بيان سور راه غي بلونترينمون راه باش كتطلق يديكم داكوغ دونك ندوز درنا دابا لا ريبريزونطاسيون ساجيبل بي درنا ريبريزونطاسيون اليد دي ديكسيونير دابا غادي ندوز سي لا رونتر لا ريبريزونطاسيون لا ريبريزون la représentation matricielle 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 d'accord la représentation matricielle alors j'ai soit un graphe g de x u peut être représenté à l'aide d'une matrice qu'on appelle donc vous voyez le troisième la représentation matricielle alors qu'on a soit un graphe de x u peut être représenté à l'aide d'une matrice qu'on appelle boolienne. Alors, avec la matrice, la matrice s'appelle la matrice boolienne. Alors, qui va-je construire de la matrice ici? Donc, je vais essayer de dire que nous allons mettre les sommets x1, x2, x3, x4 et x5. D'accord? On va mettre maintenant x1, x2, x3, x4, x5. D'accord? Donc, je vais mettre de la matrice boolienne. يلا نجي لهنايا لهاد لو ديكسيونير اليد دي سويفون دونك شنو كناخد مثلا هنا كنجي للاكس 1 كنشوف شكون هو السويفون ديال الاكس 1 شكون هو السويفون ديال الاكس 1 واش اكس 1 سويفون ها هي اكس 1 هذا لي سويفون ديالها داكور دونك شكون هو السويفون ديال الاكس 1 اكس 2 يعني ها السويفون ديال الاكس 1 شكون هو اكس 2 كنحط فيها واحد اكس 3 كنحط فيها واحد و اكس 5 كنحط فيها واحد سي تادي ان الاخرين 0 0 داكور كنمشي للسويفون ديال اكس 2 ها هي دي اكس 2 شكون هو السويفون ديالها هو اكس 3 دونك 0 0 اكس 3 نحط واحد 0 0 داكور اكس 3 السويفون ديالها اكس 4 اكس 5 اكس 4 اكس 5 داكور اكس 4 السويفون ديالها اكس 5 0 0 0 حتى الاكس 5 واحد x5 suivant dira l'ensemble vide il y a 0 0 0 0 donc il a besoin de la matrice boolienne donc je n'ai la matrice boolienne je n'ai pas de donc qu'en est la matrice d'hier donc bien sûr il y a la matrice qui est en accès à l'âge de ce temps ribes mais c'est elle est comme un nom qui fait qu'il fait qu'on rejoint la matrice et par la suite non pas je n'ai pas de laisser mes noms d'accord donc on a eu pas cher ça donc qu'en est la matrice d'hier il y a 0 واحد واحد زيرو واحد زيرو زيرو واحد زيرو 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 واحد واحد
دونك هنا 0 0 0 1 وهنايا 0 0 0 0 داكوغ. دونك لا كيستيون كيما كيطرحوا عليا لي ستوديون، واش ولا بدا نصوبوا هاد لا ماتريس بوليان على ليد دي سويفون؟ الوغ يمكننا نصوبوها على ليد دي سويفون ويمكننا نصوبوها على ليد دي بريسيدون. الوغ لي سويفون كيفاش صوبناها؟ فاش كنا كنخدموا بلي سويفون كنا كنمشيو هكا باغ لين، يعني باغ لين كنشوفوا اكس 1 سويفون ديالها، اكس 2 ونشوفوا لا لين الثانيه سويفون ديالها. دونك الا بغينا باغ بريسيدون، يعني بلا بريسيدون، بلا بريسيدون ما نخدموش باغ لين، باغ كولون. نفرضوا على الفرض والتقدير هادشي ما كاينش، يلا نخدموا دابا باغ كولون. باغ كولون هو البريسيدون. الوغ شكون هو البريسيدون ديال اكس 1؟ مجموعه فارغه، دونك كنهبط على الكولون 0 0 0 0 0. شكون هو البريسيدون ديال اكس 2؟ ها هو اكس 2، البريسيدون ديال اكس 2 هو اكس 1. دونك غادي نجي لاكس 1 نحط 1 والتباقي 0 0 0 0. شكون هو البريسيدون ديال اكس 3؟ اكس 1 و اكس 2. نجي لاكس 1 اكس 2 ندير 1 1 والتباقي 0، ها هما هادو. البريسيدون ديال اكس 4 هو الاكس 3 بوحدو، 0 0 الاكس 3 بوحدو 0 0. البريسيدون ديال اكس 5 هو الواحد و 3 و 5، دونك الواحد و 3 و 5 نعم الواحد وثلاثة والربعة، جو ميكسكوز هنا راه غلط. دونك البريسيدون ديال اكس 5 كيفاش كنخرجوها؟ كنشوفوا الاكس 5 هنا فين مكتوبة، مكتوبة عند الاكس 1 ومكتوبة عند الاكس 3 ومكتوبة عند اكس 4 ماشي اكس 5، مكتوبة عند الاكس 4 داكوغ. دونك هي كتعطيني بحال 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 صوبتها بلي سويفون، هي لي سويفون كنمشي باغ لين، صوبتها بلي بريسيدون، بريسيدون كنمشي باغ كولون. داكوغ. دونك هادو هما لي ريبريزونطاسيون لي كنا هضرنا عليهم. دونك شفنا لي ريبريزونطاسيون قلنا صاجيبل، شفنا ريبريزونطاسيون، شفنا ديكسيونير دي سويفون، شفنا ديكسيونير دي بريسيدون، ودابا لا ريبريزونطاسيون ماتريسيال. دونك غادي ندوز اخر بوان اللي غادي نهضر عليها في هاد لا سيونس، ولا نقدر نقول لا بروميير سيونس في الشابيتر الثاني تيوري دي غراف. دونك اخر حاجه غادي نهضر عليها هو لو سو غراف. الوغ شنو هو لو سو غراف؟ الوغ لو سو غراف اون ابل دو سو غراف، لو سو غراف دو G de G si on élimine un sommet. يعني الا نقص واحد دو سومي. الوغ كيفاش؟ الوغ ناخذ هذا الجراف، ناخذ هذا الجراف اللي خدمنا عليه في الاول هو هذا. داكوغ. دونك هذا ان جراف. فوقاش كنقول سو جراف؟ سو غراف هو ملي كنحيدو، ها هي كيما قلت اون ابيل سو غراف دو جي سي اون اليمين ان سومي. يعني ملي كنحيد واحد دو سومي كيتسمى سو غراف. باغ اكزومبل ها هي، باغ اكزومبل اون اليمين اكس 4. يلاه شنو يولي هنايا سو غراف؟ غتولي عندي اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 راه تيليمينا، دونك شنو يبقى؟ اكس 5. يلا كيفاش تولي اكس 1 كدير اكس 2، اكس 1 كدير اكس 3، اكس 1 كدير اكس 5 هي هادي، اكس 2 كدير اكس 3، اكس 3 ما نقولوش كدير اكس 4 حيت تيليمينا، اكس 3 تولي كدير اكس 5 بوحدها. دونك شنو هذا كيتسمى؟ هذا ان سو غراف. داكوغ. دونك لو سو غراف واحد. دونك موراها نو اخر نقطه بقات لي هو لو غراف. اخر حاجه غادي نهضر عليها هو لو غراف، ان غراف بارسيال، ان غراف بارسيال. الوغ شنو هو لو غراف بارسيال؟ اون ابل ان غراف بارسيال. دونك كتبوها نتوما، اون ابل ان غراف بارسيال دو جي سي اون اليمين ان ارك، سي اون اليمين ان ارك. يعني ممكن اليميني واحد لارك، ونعطي بار اكزومبل، بار اكزومبل ماشي ان سومي، ممكن نحيدو سومي قلنا، يعني ممكن نحيد سومي كيتسمى لو سو غراف. الغراف بارسيال هو ملي كنحيد ان ارك، بار اكزومبل ناخد هاد الغراف الاولاني اللي كنا خدمنا به
x1, x2, x3, x4. On a ya x, x5. D'accord? Donc, on j'm'a hum. Donc, le graphe l'oulan l'ichtumna, x1, x kdil x3, kdil x5, x2 kdil x3, x3 kdil x4. Donc, هذا هو الغراف ديالي. Alors, pourquoi je نسميه le graphe partiel? Graphe partiel, si on élimine un arc, par exemple, غادي éliminer واحد l'arc. كيف ما كان. Donc, par exemple, غادي éliminer هذا. Donc, شنو تولي عندي؟ عندي الـ x4 كدير x5. Donc, شنو يسولي عندي؟ يعني هاد لو تراجي من x3 لـ x4 تإليمينا ما بقاش. هذا غراف بارسيال. ولكن الى حيدت الصومي هذا لو سو غراف غير هو بحال دابا قبيله ملي حيدنا الصومي شنو كنحيدو كنحيد الصومي راه حيدناه بلي زارك ديالو ها هو الاكس 4 اكس 4 هنا فاش زال راه زال داك الصومي لارك ديالو والصومي يعني زال الصومي بلس لي زارك ديالو يعني زال هاد الصومي وهاد لارك وهاد لارك فهاد الغراف لو سو غراف داكوغ دونك ملي كنحيدو الصومي راه كنحيدوه بلي زارك ديالو كيتسمى لو سوغراف وملي كنحيد ارك واحد يعني كنحيده ارك كنخلي الصومي دونك هذا شنو كيتسمى كيتسمى ان غراف بارسيال دونك لحد لهنا غادي نوقف لهاد لا سيونس هادي كنتمنى انه يكون واضح هادشي اللي درنا في لا تيوري دي غراف غير الله يخليكم هادشي اللي درناه راه كما كنقولها وكنعاودها راجعوه وخدموه خدموه يعني باش نيتريزيو رغم انه كيبان ساهل عاودوه ما عندكم ما تخسروا راه ما ياخذلكمش ساعه المدانه انكم باش تعودوه باش هكا منين نزيدو لي سيونس بروشين تكون الامور سهله ما بقاش انا نتلف ونعاود واغلبيه ديال لي ستوديون راه كيوصل لا سيونس الثالثه مثلا في الطيوري ديال الجراف كيضطر انه يعاود الاولى علاش حيت ما ميتريزياش دونك غير اللي يخليكم انه عاودوا هادشي اللي درنا ويتميتريزا باش نمشيو في بار لا سويت مزيانين وما غادي نعطلو حتى حاجه دونك كما قلت لكم انا قبيله راه الطيوري ديال الجراف راه ماشي حاجه اللي صعيبه راه ساهله ساهله خصوصا الى تبعنا دقه بدقه داكوغ دونك وكما كنرجع للنصيحه ديال داك المره قوه لي فيديو وقوه هذا راه حاولوا تيفيتيو حيت راه وصلوني زعما دي ميساج فوالا مسيو الله يخليك فوقاش دير من الطيوري ديال الجراف حيت راه فريمون تبعنا في دي شين واحد اخرين راه تلفت وما كيعطيوش لوبجيكتيف وما تلفت دونك غير الله يخليكم قوه لي فيديو ايفيتيو قوت لي فيديو الوغ كاين اللي كيقول لكم فوالا مسيو انت ما درتيش شرطي درت ثانيه داك الشيء علاش مشينا شفنا لي فيديو كنقلبوا على راسنا مزيان ولكن شوف اللي كنوعدكم نوعدكم ان غادي نكمل معكم تيوري دي غراف من ا الى حتى زد دونك راه مازالنا الوقت راه ماشي الوقت داز راه حتى الا ما خدمتش انا التيوري دي غراف هذا ما كيعنيش انك توقف نتايا في خطره داكوغ دونك ما خدمناش التيوري دي غراف دوز لي الكونترول جيستيون سيركلمون دوز لي الماتيير ديال الحفاظه ديال الريزومي ماشي غادي نوقف ونربع يدي على اين دونك حد لهنا غادي نوقف لا سيونس بروشان ان شاء الله غادي نكملو دوزيام سيونس في هاد الشابيتر ديال التيوري دي غراف كنتمنى ان كلشي يكون واضح الله يوفق الجميع وبون كوراج الله يعاونكم